يلا اسعد الله اوقاتكم. اليوم احنا بمنزل وبالاحرى بقصر الدكتور الاديب المهندس المعماري اللي هو كلها جامعها خسرجة. نشرنا قبل فتره عن بيت الدكتور باليرموك وصارت فضجه وصارت اسئله كثيره بالتواصل، فقلت لكم باقرب وقت الدكتور راح يجاوب لنا على الاسئله. فالدكتور هو راح يحكي لنا عن البيت، كم غرفة، تصميمه. هي حقيقة هاي هذا الديزاين مع البيت في وقت صار ضجة. في وقت زمن صدام حسين حتى كان البيت خالي، كان عندي حرس من عشيتي كاف هاي مال بدل الكل. ما يعرف حسين، حسين جاي على البيت. قال له هاي، قل له صاحب البيت يبيع هو. روح ما يبيع، روح. للقصي سلطان. فبعد اسبوع اجى فد واحد قال انا من طرف قصي سلطان حسين جاي، اذا ممكن هذا البيت اللي يبيعه. صورة هذا البيت هي بيتي كان، واحدة لابني واحدة لبنتي الزوجية، مو مال بيت، ولكن إذا يعجبك خليه ياخذ. على كل قال لا، إلا أنا أدفع فلوس. قلت إذا ما أبيع. إيه فأنت ما رفضت تبيعه؟ طبعا. فهذا مال ابني، ابني كان دون علمي باعها حرامات. فما ابغي من المشتريها بكل الاحوال. هي جوا كم غرفه؟ جوا صالون وغرفتين ومطبخ، حتى قاصه موجوده بي. قاصر بالحائط. والطبق الفوقاني هم ثلاث غرفة نوم مع حمام وسائل مال. فهي بس تصميمه كان هو لابنك بالبداية القرار. نعم، انت كنت مصممة لابنك. لابني. فحتى ذكر كان في مدخل ماله اكو جدر كل كبير. انا رحت السوق سراي اشتريت هذا الجزر. هو كان يصور للولايم وهالمسائل. اي جزر من نحاس. من نحاس صفر. فقلت اشتريت جزر، قلت هيك يسوي نفس الجزر ماله. اي سواه طرفت شيء حلو. هاي جبتها للمدخل ماله، ثبتها في على المدخل. ايه يعني معكوسي طبعا. ايه معكوسي طلع صجي حلو. اعتقد هسه ما يقدرون يلعبون بيه لانه داخل البيت. فهم حتى الارضيه ماله انا سوي نقوش بالمرمر القطع الصغيره. ماضي اسم بدلي، كل شيء متبدل. كل شيء يتبدل اكيد. هذا البيت كان تحفة. تحفة معمارية في وقته فعلا. حاليا هم اعتقد نفس الشيء. هو نفس الشيء الآن، بس شوية تغيير بالباب والسياج متعب الموضوع. بس هو لو ما كان تحفة مو يعني يغري عدي صدام حسين ويحاول يشتري. على كل هذا صاحب البيت هو اللي حتى إذا يبيع أنا أشتريه. اها يلا هذا صاحب البيت. نوجه له نداء اذا يريد يبيعه انت تشتري. انا اشتريه قد دافع انطي ضعفين بس يرجع البيت. يرجع لي البيت، واذا المفروض الدوله يرجع لي لان هذا رمز من رموز بغداد. طبعا اي رمز من رموز بغداد اللي المعماريين واصحاب الذوق المعماري
يفتخرون بي. يفتخرون بي. لا هو فعلا مفخرة معمارية. أنا كل لكل حادث حديث. ألف شكر. عندي سؤال آخر. ألف شكر.